دلوقتي معانا طريقه عمل المسخن الاردني الاصلي. ايوه بقى يا جمال النيل، احنا النهارده في مطاعم الساخن ودخلنا المطبخ عشان نشوف المسخن بيتعمل ازاي. السلام عليكم استاذ الشيف ابو مراد، هيورينا النهارده هنعمل ايه. ايه المسخن ده اصلا؟ المسخن هو اساسا مسخن فلسطيني، اللي هو مسخن عباره عن بصل كرمل، اوكي، زيتون كرمل بلدي. خلاص كده عملناه، خلصنا. لا لسه ما وكان لسه ما خلصنا. ماشي يلا بيه. يلا نبلش. اديني الفراخ. هلا احنا لازم نشوي الفراخ هنا في الفرن. فراخ في الفرن تتشوي كده؟ طب لا تشويح. نعم دول يعني تقريبا نحكي خمس دقائق. ماشي نحكي خمس دقائق. انت عامل يعني استنى. هنجيب العيش. العيش المسخن بقى. العيش المسخن مخصوص بس ده اللي مسخن. هنحط تحتيه شويه زيت زيتون. وديني زيت الزيتون. نفرد. ايوه بقى البصل المكرمل. نيجي على البصل المكرمل الطريقه دي. وبعدين ايش؟ ايوه بقى وديني. بدون زيوت مهدرجه صح؟ لا كله زيت زيتون صافي. كله زيت زيتون صافي. دلوقتي هناخد دي على الفرن بقى. على الفرن بس هناخد المنطقه اللي تحت بالاول. اوكي. عشان نحمر اللسعه اللي تحت. بالظبط. هنحط ورق روره و ده دي المكونات دي يعني الخلطه السريه. شوينا اول شويه برضو هاي خلطه للي مسخن وهي كلها زيت زيتون. ويرجع الفرن ده هتتفرم النهارده. لازم تتفرم. اخذ لسعه من تحت عشان يشرب الزيت. لازم يتشرب الزيت من فوق ومن تحت. شدام النهارده والريحه ذكيه، خد بالك الاي كيو بتاعها عالي. دلوقتي بص انت الحاجة اللي بتشوفها هنا هتشوفها وين مكان، يعني في أي ساعة جيت فيها هتلاقي نفس الحاجة. بنغطيها بقى ولا بنلبسها؟ هنغطيها بس بعد شوية. اوكي. لازم تاخد اللسعة تبعت البصل المكرمل. العيش ده بالطريقة دي. تاني. هو لازم. ما جايب السوداني ليه؟ انت هتعمله بس. ده السوداني ده لوز. لوز معلش. السوداني اهو. احنا سوداني ما بنشتغلوش. ده سوداني وده لوز. يا ده بالتوأم. ايوه. حمر ازاي؟ والله هنغطيه. هنغطيه ندي كمان يخش للمرة ال 17 يخش الفرن. ونقفل. لازم يتعزم. ماشي هروح اكل لهم مواجيه. لا هتاكل دلوقتي. هتاكل دلوقتي. بص الشكل عامل ازاي؟ ايوه بقى يا جمال النيل. بعد كده فستق بقى. ما تقطع. لا مش الفستق ده اللوز. ده اللوز. ماشي ونقفل عليه. لا هندوقها يا اخي على طول كده. بس هتستحمل اللسعه؟ لا مش عارف. يلا بينا. بسم الله. يلا بينا. هنقول زي كده والسماء بس هي سخنه قوي. فراخ كم لم تقولها من قبل. هديك اللقطه دي تدعي لي. ده انا بدعي لك من دلوقتي والله. زدت عليها كمان. ايوه بصل مكرمل. وديني. بسم الله. بوم تحفه. احسن شيف في العالم. يلا يا باشا بينا. بيجيبوا واحد من المانيا مخصوص عشان يوصل المسخن، مش اي حد يشيله كده. اسمك ايه؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن طبعا الماني انت صح؟ الماني عربي. مصري؟ مصري. يا عم مصري منين انت؟ سوري وقفشك. والله مصري؟ مصري والله. والله من مصر. يا عم ازاي يا عم؟ هو ايه اللي حصل للمصريين يا جدعان؟ انت ما في سوري عضك؟ تعالى بقى ناكل ايه عمال ايدينا. انت مقسم نفسك انت اللي عملت. ما انا كنت واقف معاك. كنت واقف. وديني بقى. ايوه انت بتاخد حته الصامولي اخد لي بالك وتغمسها في الايه في في الفروجي وتروح مغمس كده في الفستق والبصدق. يا ابني انت ما قلتش اسم الحاجه اللي موجوده. انا بحب الورقه اكتر. يا لهوي صحتين وعافيه. انت ما تعرفش جنسيتهم ايه اصلا؟ بسم الله.